على هذه الأرض ثمّة من يموت عاجزاً دون خبز وعلاج وإيواء، وثمّة من يموت قبل أن تشرق في عيونه الحياة. أرض وصفتها الأمم المتحدة مؤخراً بالجحيم ليس على الأطفال وحسب، وإنما على الجميع، في بلد تصدعه الحرب وتشيعه حياً. وجوه شاحبة متعبة هدها النزوح والمرض، انقطعت بهم السبل بعد خسارتهم لمنازلهم ومصادر عيشهم. تقول منظمة أطباء بلا حدود إن المعارك أجبرت نحو 20,000 شخص على النزوح من منطقة بني حسن في الحديدة إلى مدينة عبس بمحافظة حجة، تلك المدينة التي شهدت مؤخرا موجة نزوح كبيرة، حيث تفر العائلات إليها للوصول إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج نتيجة تفشي الأمراض وسوء التغذية. المنظمة أشارت إلى أن المصابين يصلون إلى المستشفى في كثير من الأحيان بعد فوات الأوان، نظرا لخطورة إصاباتهم ولبعد المستشفى وعدم توفر وسائل للمواصلات. الرعاية الصحية ليست متوفرة تماما على المقيم وعلى النازح، بالأخص النازح لظروفه التي يعانيها، لأنه قد نزح وظروفه صعبة، وصعبة على أنه يأخذ المريض حقه ويعالجه في مستشفيات خاصة. المستشفيات المجانية هذه لا توجد، لذلك صعب على النازح على أنه يعالج مريضه في أي وقت. بالرغم من صعوبة العمل الإنساني في هذه المناطق، تقول أطباء بلا حدود إن فريقها الميداني في عبس تمكن من علاج أكثر من 360 مدنياً أصيبوا خلال المعارك. خطورة الوضع دفع بالمنظمة وغيرها من المنظمات الدولية إلى تكرار التحذيرات والدعوات المطالبة بوقف النزاع في ظل تصعيد عسكري يفتح الباب أمام تغريبة جديدة وافتتاح مقابر إضافية. تتسع الخيام فتتسع معها خارطة الجوع والمرض والأوبئة، بالمقابل تضيق الممرات الإنسانية وآفاق الحل السياسي، ووحده اليمني وحيداً تتخطفه أيادي الموت من كل جانب. لا يصحو على اغتيال ومواجهات مسلحة إلا ويمسي على قصف غارة وبينهما تتداعى الوجوه ومصائر الناس.